طيب صورة للتاريخ وللذكرى. وتكريم من دكتور حسن مصطفى للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. شكر من الاتحاد الدولي لكرة اليد للسيد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب. وده العالم بتاع الاتحاد الدولي، أرجو إن يكون عندك مكان في الأوضة بتاعتك. مدينا حاجتين بدي لك ثلاثة. طيب دي الميدالية الفضية، دي فندية يعني بيور سيلفر يعني. واحنا مدينا وسام ذهبي. دي وفيها احنا عندنا اربع رؤساء الاتحادات اللي قبل كده السابقين عننا الرابع، وفيها صور الاربع رؤساء الاتحاد. شكرا جزيلا دكتور حسن مصطفى. صورة تذكارية الكبار.